بأغلبية 111 صوتاً جرى تكليف النائب سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، حكومة حدد الحريري هويتها قبل تشكيلها قائلاً بأنها حكومة اتفاق وطني. سيكون أمام الحكومة الجديدة أيضاً أن تتابع الجهود المبذولة لمواجهة أزمة النزوح السوري، وأن تحقق سلسلة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية. تكليف الحريري جاء بعد استشارات نيابية ملزمة أجرها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في القصر الجمهوري مع جميع الكتل النيابية الممثلة في البرلمان. ولعل السرعة في تحديد مواعيد هذه الاستشارات واختصارها بيوم واحد يعكس مدى توافق الجميع على الإسراع في ولادة حكومة وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بحكومة الوحدة الوطنية الموسعة. ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ملح ويتطلب منا ذلك وأكثر من ذلك. رئيس حزب القوات اللبنانية وفي خطوة وصفت بأنها خرق للبروتوكول كونه ليس نائبا منتخبا حضر بشكل مفاجئ إلى القصر مع كتلة الجمهورية القوية. جعجع أطلق سهام انتقاداته باتجاه التيار الوطني الحر الذي أخل باتفاق يقضي بانتخاب مرشح القوات اللبنانية لأمانة سر المجلس النيابي. القوات والتكتل الجمهوري ما بيتم التعاطي معهم بهالشكل، ولو كل يلي صار انه استكتر وبنيات مطاف أمانة سر بمكتب مجلس النواب كتير هيك. نتأمل هيدا لبنان القوي يكون عم بينبنى بين الأقوياء بين ناسهم، ونبني ساعتها حكومة قوية ودولة ومؤسسات قوية ونقعد اللبنانيين بهيدا الشيء. ومع دخول البلاد مرحلة التكليف تبدأ مراحل التأليف، وهنا تشير المعلومات إلى أن الحكومة الجديدة ستتكون من 30 وزيرا على أن تضم وجوها وزارية جديدة مع احتفاظ كبرى الكتل النيابية بحقائب سيادية. بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة من المقرر أن تبدأ المشاورات النيابية يوم الاثنين المقبل في المجلس النيابي لتبدأ معها رحلة توزيع الحقائب الوزارية حسب الكتل النيابية. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.